الانتخابات اللي فاتوا فين كان؟ لا كنت بغا الديمقراطية لا كنت غا الانتخابات باش شدات الكرش مشا تخلعوها. هذا كلام غير معقول. وإذا عرفتي حين كل شيء واحد بصحته. واللي بغا يتكلم على التاريخ خصو يعرف التاريخ خصو يكون يتصرف المغاربة. راه التاريخ ديال الاستقلال والوطنية ديال البلاد. راه ماشي واحد الطرف واحد الفئة هي اللي عملتها بوحدها بهاد البلاد. راه خصنا نفهمو هذاك الأستاذ اللي طلع كيتكلم وكيقول بأنهم هما خدمو وداو ودخلو الحباسات وهذا وشي لاخر كان كيدير لي زافير. بالله عليك واش عمو هو دخل الحبس ولا تنفر ولا دار شي وطنية؟ أجي عندي نقول لك فين شكون اللي دار الوطنية؟ شكون اللي دار البطاطاي ديال إيد عبد الله في سوس؟ شكون اللي كيتبع هذا الكلام؟